عن اعلنت انطلاقة الشوط الرابعة المخصص الجعدان. اسير الى المقدمة شاهين لسهيل بن عبيد بن يبيع السبوسية، لكن التدخلات من عنيد خادم بسالة بن علي العويس المركز الثالث. اللي وصل بثالث المراكز شاهين حمد بن راشد بن حمد بن هلال الكيبالي، والمحاولات من مكلف حمد بن حميد بن سعيد الاكتبي، لكن العودة إلى المقدمة إلى شاهين حمد بن راشد بن حمد الكيبالي. راح إلى المقدمة، راح إلى الصدارة عنيد مع ثاني المراكز لخادم سالم بن علي العويسي، لكن خلاص شاهين راح وانفرد على الصدارة على المقدمة حمد بن راشد بن محمد بن هلال الكيبالي، وعصاته في بطانه ما حرك ولا قال شيء، بدأ يباعد المسافة. ما شاء الله على هذا الأداء، ما شاء الله على هذا العرض الجميل، لكن راغب الوصول، راغب اللي وصل، اللي تدخل هنالك شاهين البخيت بن أحمد المزروعي أيضا يأتينا مع ثاني المراكز، لكن خلاص راح شاهين، راح بالفوز راح بالانتصار، ولكن المحاولات بشاهين أيضا بخيت بن أحمد بن غانم المزروعي ثنائية آخر الأبتار. شاهين ولا شاهين، ثنائية خطيرة المزروعي تهانينا والناموس لمالك شاهين بخيت بن أحمد بن غانم المزروعي المركز الثاني. وصل أيضا هنالك مكلف حمد بن عبيد بن سعيد هالك تبي ثالث المراكز ياتينا، المركز الثالث اللي حل بثالث المراكز ايضا وصل هنالك المتحد محمد عبيد بن بيع السبوسي. التوقيت الزمن 1:50، تانينا والناموس لجميع الاخوه المشاركين.